وأولا هذا اللقاء كان لقاء مثمر مع الصحفيين المستقبليين إن شاء الله المتدربين هنا بمركز أو المعهد العالي للصحافة والإعلام هنا بمدينة مراكش. بطبيعة الحال كان واحد كما قلت كان واحد لقاء مثمر، بحيث أننا تحدثنا في مجموعة من النقاط التي تهم مجال الجريمة الرقمية، حيث أننا قمنا بالتعريف ديالها بإعطاء بعض الأمثلة لبعض أنواع الجرائم الإلكترونية وكيف يتم كذلك كشف هوية هؤلاء المجرمين الإلكترونيين، بالإضافة كذلك إلى الحديث عن يعني مجموعة من النقاط التي تهم المجال التقنية بصفة عامة. نعم. وبطبيعة الحال مع ازدهار استخدام الانترنت هنا في المغرب، وللأسف أن هذا ازدهار استخدام الانترنت في المغرب لم يكن ما معاش واحد يعني واحد التكوين أو واحد التأطير. صراحة نحن هنا في المغرب محتاجين لبعض البرامج التي تؤطر الشعب المغربي فيما يخص استخدام هذه التقنيات الحديثة واستخدام الانترنت. ففي غياب ذلك كنلقاو أن مجموعة من الناس كيتعرضوا لبعض طرق النصب، اللي هي صراحة في ملي كتجي تشوف او ملي كتقوم بالتحليل ديالها كتلقاها بدائيه جدا، مثل مثلا لقد فزت بشقه رائعه وخاصك تخلص النوتير عن طريق بطاقه شحن. هذا الشيء كيجيك شويه اللي هو يعني شويه بليد كطريقه، ومع ذلك يتم يعني سرقه الناس بهذا الخصوص. اضف الى ذلك كذلك الظاهر يعني الابتزاز الالكتروني، هذه الظاهره هذه اللي ولينا كنشهدوها في المغرب بواحد الشكل اللي هو كبير واللي هو مهول. فقبيله كنا تحدثنا عن ارقام يعني تقريبا ما بين 50 حتى 100 حاله التي تم نشر لها فيديو انتقامي في المواقع الاباحيه، 500 حاله تقريبا في العالم العربي، يعني ارقام اللي هي جد مهوله. ونتمنى ان شاء الله انه يكون يعني واحد الجزر لهؤلاء المجرمين الالكترونيين او هاد المبتزين اللي كيقوموا بهذا النوع من الجرائم الرقميه. نعم، اكبر عمليه ديال النصب اللي تعرضت عليك السي امين وحاولت انك هي 50 مليون ديال الرشاش. تصوروا معايا المغاربه، واحد السيد غيجي وغيحط لك شاكوش في غير لي ريشارج ديال 2000 درهم و1000 درهم، وهذا تنصب عليه في 50 مليون سنتيم، حيث ان اتصلت به واحد الشركه اللي وهمته على انه ربح واحد السياره فاخره وربح واحد الفيلا وشي تصافيره وداك الشيء. والسيد كان مصدق وكانوا تيطلبوا منه كل مره كيسحبوا منه اموال باش انه يخلص مصاريف النوطير وهذاك الشيء بالرشاج. هي شي حاجه اللي صعبه التصديق، ولكن كنقول لكم صدقوني هذا ما حصل، وهذا الشيء شفتوا بعيني وسجل الفيديو عندي هنا. انا مع التقنين، ولكن هذا التقنين كان خاص يكون مشاركه فيه ديال المختصين في مجال العملات الرقميه وكذلك المؤثرين، باش اما باش يجينا واحد التقنين اللي قدر حنا خايفين انه يجينا شي تقنين اللي يكون مطروز، هذا هو مش خايفين حنا. واحنا بطبيعه الحال حنا ماذا بينا انه يكون اسهامنا في هذا في هذا في هاد في هاد في هاد المشاريع اللي كتهم البلاد، وهاد المشاريع القوانين اللي كتهم البلاد، لانه حنا كشباب، حنا كناس اللي هما متخصصين، حنا ناس كمؤثرين، طبيعة الحال عندنا الكلمه ديالنا وممكن اننا نساعدوهم في هاد في هاد في هاد المجال ديال تشريع هاد القوانين او في طرح مشاريع هاد القوانين. بطبيعة الحال ملي تيتم الاقصاء ديالنا فهاد الشيء كيخلينا حنا متخوفين يعني من هاد المشاريع المحتمله لهاد القوانين اللي ممكن انها تكون كتقيدنا اكثر ما انها كتعطينا يعني كتعطينا ديزافونتاج. نعم، وتنقول لهاد الناس ان قناه في اليوتيوب هي راه ماشي ان يوتيوب ماشي هو السعايه، يوتيوب كيخصو محتوى، وهذاك المحتوى باش كتظهر الامم. الناس الشعب المغربي هو محتاج الى محتوى اللي ينفعوا اللي يزيد به القدام، ماشي محتاج للتفاهه. وللاسف الشديد واخا كنقولوا هذا الشيء مرارا وتكرارا الا اننا كنلقاو التفاهه التي تعلو ولا يعلى عليها، وهذا الشيء مؤسف لانه كيبين لنا حقيقه الذوق الشعب المغربي. نعم، واش باقي شي تفاعل، اسمح لي السؤال، واش باقي شي تفاعل مع هذا الشيء ديال الروتيني اليومي السامي ولا لا؟ وبطبيعه الحال التفاعل لا زال موجود ما دام المحتوى موجود. هذا الشيء اللي كاين. سؤال مهم هذا، واش غادي دير راه؟ شوف احنا الشركه ديالنا هي اولا ليست شركه يلا جديده، هذه شركه اللي عمرها 3 سنوات،
واللي كنشتغلوا في مجال تحليل البيانات الرقميه للاجهزه التقنيه، واللي من خلالها كنحاولوا اننا يعني من خلال العملاء ديالنا اللي كنتعاملوا معاهم، لا سواء مؤسسات او سواء افراد، فكنحاولوا اننا مثلا في حاله باش نبسط شويه، انا في حاله الى مثلا وقع شي اختراق لا سواء الهواتف او الخوادم او هذا، فاحنا كنقدروا اننا نستنبطوا الادله الرقميه وتنقوموا بالتحليل ديالها باش كنقدروا اننا نوصلوا لواحد المجموعه من المعلومات التي تفيدنا الى هويه المخترق. هذا من جهه، من جهه اخرى كذلك الشركه ديالنا كتشتغل يعني في اطار النظام ديالها اللي قمنا بالتطوير ديالو اللي حنا فخورين به، هو نظام 100% مغربي اللي هو كيشتغل في مجال الذكاء الاصطناعي، بحيث ان ضحايا الابتزاز الالكتروني كيقدروا اننا يصيفطوا لنا الصور ديالهم وكنحطوها في هذا النظام، وهذا النظام كيقوم بقراءه ملامح الوجه وتيقوم بالبحث عنهم في المواقع الاباحيه، وفي حاله الا لقاهم فهو كيعطينا الامكانيه اننا كنسوبريميو هذوك الفيديوهات. يعني حتى الا كان شي ضحيه مثلا هذه 15 عام، وكاينين الحالات اللي عالجنا انه مثلا كاين شي واحد 15 عام هذه باش تنشر ليه شي فيديو وما فراسوش، وقدرنا اننا نلقاوه عن طريق هذا النظام اللي حنا فخورين جدا اننا حنا اللي طورنا. شوف اولا خاصنا نتفقوا اننا في اطار المؤسسه ديالنا حنا كنشتغلوا في واحد الاطار اللي هو قانوني، كنشغلوا في هذا الاطار اللي هو قانوني. بطبيعه الحال ما يمكنش لينا اننا نجسوا على جوز ولا جوزه ولا حتى يعني حتى في مساله يعني استخراج المعطيات التقنيه من الهواتف. يعني نفترض انا مثلا واحد الزوج شك في الزوجه ديالو وفي الخيانه وبغانا نستخرجوا يعني الادله او شيء من هذا القبيل، فبطبيعه الحال خصنا ضروري واحد التصريح من طرف الزوجه والحضور ديالها باش نقدروا اننا نقوموا بهذا العمل. فبطبيعه الحال حنا كنشتغلوا في هذا الاطار اللي ينظمه القانون، ما كنقدروش نشتغلوا في اطار اللي هو غير قانوني. عندنا عندي صديق، لا هذا صديق يشتغل مع شركه فيسبوك في مجال الامن المعلوماتي، هذه خدمته. بطبيعه الحال كان هو اول مغربي يكتشف ثغره امنيه في شركه فيسبوك، ولحدود الساعه باقي كيشتغل معاهم بطبيعه الحال. يعني هذاك الذكاء ديالو يعني ان لا عندنا طاقه شابه، راه هادشي اللي كما جبدنا ملي كنا نتفاد اللقاء هذا مع الاخ عثمان. راه 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 الاشكال ان المسؤولين ما عارفينش عندنا طاقه شابه، ما عرفتش انا واش ما تيرضاوش انهم يتشاوروا معنا، ما تيرضاوش انهم يجلسوا معنا على طابل، ما فهمتش انا. كاين عندنا هذا المشكل، كاين عندنا هذه العقده. مثلا كتلقى بحال هذا السيد هذا كيشتغل مع واحد الشركه عالميه، كيشتغل مع واحد الشركه عالميه، وحاليا راه كيدفع دابا دي دوس، تيدفع رسائل لمجموعه من الوزارات باش انهم زعما الا محتاجين شي حاجه وهو مستعد انه يقدم يعني ان سيرفيس لي هو فابور، حتى واحد ما تيرد عليه. الواتساب شوف خاصنا ملي نبغيو بالنسبه للهاتف كاين شي حاجه اللي هي بازيك باش تقدر تحميه وتكون في مأمن. اولا لو كونتاكت فيزيك، ان تليفون ما خاصكش تبقى تخليه فيما جاب الله، في الخدمه نطي هز معك تليفونك، كنتي في الدار خلي تليفونك حداك، لا كنتي خايف الزوجه هذا تجسس عليك ولا شي حاجه. يعني داك لو كونتاكت فيزيك ما خصوش يكون في التليفون، هذا دو ان دو دو. كاين واحد النقطه ديال ما يسمى بالبلاي بروتكت، هذا البلاي بروتكت راه كاينه في جوجل بلاي، دائما حاول انك تلقاها مكتيفيا، لقيتيها مديزاكتيفي هناك احتماليه كبيره ان التليفون ديالك معرض يعني فيه تجسس، حيت اصلا باش يتجسس على التليفون خاصك ديزاكتيفي هاد لوبسيون. وبطبيعه الحال لانستالاسيون ديال واحد لونتي مالوير يكون مزيان، بحال مثلا مالوير بايت، هذا راه مزيان ماشي كنديروا ليه الاشهار ولكن حيت هو فرض راسه سميت مالوير بايت. وبطبيعه الحال لو تيليشارجمون ديال لي زابليكاسيون كيكون غير من جوجل بلاي، تيكون غير من جوجل بلاي. اخر سؤال ممكن نقدمه لك سي امين، بغينا نعرفوا شكون دابا حاليا اللي كيخلص بزاف واش فيسبوك او لا يوتيوب؟ فيسبوك ويوتيوب حاليا كاينه واحد المنافسه شديده بين فيسبوك ويوتيوب، ولكن غادي نقدر نقول لك انه حيت تنتخلصت من فيسبوك انا دابا يعني تقريبا راه بحال فيسبوك بحال يوتيوب تقريبا. شكرا لك. يعني الا بقينا غاديين هكا انا على يقين فيسبوك غتقتل اليوتيوب. تبارك الله عليك السي امين، ما نعرف. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.